ما تدودي، احنا رايحين فين؟ اسمعي بس، اصبري بس عليا. احنا هنروح مكان رائع. انت عامل لي سربرايز بارتي صح؟ ايوه طبعا. بس طب انت مش عارف ان انا ما بحبش المشي وبزهق؟ لا لا لا، احنا بس هنطلع طلعه صغيره تمام. انا تعبت يا مادي والله. مفاجاه فوق، اصبري خفي ده مطلع. طب ما تشيل انت الشنطه اللي انا شايلها دي. دي شنطتي. لا لا يا مادي. لا لا والله مادي، شنطه ايه اللي شايلها؟ اتفضل حطها قدام زي البيبي عشان تريننج. بيبي يعني تريننج لما يبقى عندنا بيبي. يلا يا شوش، هو احنا فين؟ مش عارف. هما قالوا لي انت مش عارف المكان. عارف عارف، بس هما قالوا لي نمشي من هنا. يا مادي انا تعبت معلش. كده كفايه بقى حبيبي، الدنيا تلج قوي. لا مش تلج قوي، بس هو احنا لما بنتمشى بنتدفى. متمشى ايه؟ انا مش فاهم المكان اللي انت جايبني فيه ده اساسا. ده مكان جميل بقى. بص لو بصيت يمين وشمال كده هتلاقي خيم وبتاع، هنا الناس بتعمل كامبينج. كامبينج ايه بس وليله ايه؟ وانا جايبه المفرش ابو الستان اللي هو ابو كرانيش ده عشان خاطر اجي انام هنا. الستاير ايه الستاير ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المفرش اللي انا جايباه هو واللحاف التايجر. انا هترشك المفرش دلوقتي. احنا ما بصي هنعمل خيمه. معايا خيمه. معاك خيمه؟ وايه اللي انت مشايلهوني ده؟ تونه؟ عشان الاكل. معانا اكل وكل حاجه، بس الخيمه دي هناخدها ونطلع بقى بره بعيد عن الناس دي عشان لوحدينا. والا انا انا امال مين؟ يا بنت يا بنت يا راح فين؟ يا بنت لا لا استني. لا 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 ما اقدرش يا بنتي، خلاص وصلنا. استني بقى استني، ما اعرفش الفرحه اللي انت فيها دي. اهدي بقى. ايوه كده شويه. هي فين الخيمه؟ لا ساعتيني بقى شويه. انت حاطه ايدي في جنبك. ماجي استني بسرعه. يلا يا ماجي انا تعبت. لا ما تنفضش بقى في وشي. اصبري بقى. ايه تمسك معايا. انت جبت خط العربيه بدل الخيمه؟ استني معاكي المنفخ. منفخ؟ افردي كده. كانك بتفرشي السرير بالظبط. ايوه. يلا بقى يا ماجي انا زهقت. طيب استني. ده كان شهر عسل منين. انا عامله صوابعي اكليريك عشان انام في بيتنا وارتاح، مش هفرش خيم. هو انت يا ريت تعرفي موضوع الخيم ده قبل كده؟ لا مفيش خالص. طب احنا ممكن نعملها حصيره تيجي. يلا افرشها واقعد، المطر هتبهدلنا. بس ده كده التهاب سحائي يعني، هو ده اللي هيحصل لنا. التهاب ايه؟ سحائي. سحائي ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انت جايبني خرزانه تضربني؟ لا يا حبيبي انا ما بضربش. يا ستي استني. ما تجي انا زهقت. ايه ده؟ امسكي معايا بقى. اه ده احنا هنعمل فقرة الساحر. اه يلا. انت جايب بقى الدبه بتاعت الست سامحة مرانها. اصبري. طب ندخل على النت نشوف بتتعمل ازاي؟ هو هنا اصلا هتلاقي اي شبكه ولا نت؟ وانت باقتك خلصت اساسا، قعدت تشوف طريقه عمل النجريسكو، خلصت الباقه. اصبري بقى. انت مجريني 7 كيلو مش خلاص. انا هقعد. طب نفرش كده وخلاص. اه اقعد اقعد جنبي. والفلوس؟ خرب بيت الفلوس، انت مش دفعت بالديبت؟ خلاص مامتك ترجع لك الفلوس تاني. شكرا يا ميتي. يا امي هرزعها في اي حته. هات هات. لا لا فيها التونه الحمد لله. ماشي ماشي. يلا اقعد ازاز. اقعد يا ميتي. اه والله جو رومانسي والله العظيم جو رومانسي. طب اقعد يلا نغني شويه ونقوم نروح. بتحبني؟ طبعا يا حياتي. بتحبني؟ وبقولها يوماتي. بتحبني؟ وبحب جمالك. بتحبني؟ وبحب دلالك. وايه كمان؟ غيرك وزنونك. وايه كمان؟ عقلك وجنونك. انت قلبت لبنان. يا ماجي يلا نطلع يا ماجي عشان عايز اكل اللبانة. اوعى كده عشان رجلي. ايه ده؟ ايه؟ انت سرقت الشراب بتاعي؟ تلاقي الشراب بتاعي؟ استنى شراب ايه بس اقعد ساكت. ايوه انا وانت واحد. لا يعني ايه واحد؟ استنى مش عارفه البس الكاتش. ها
مسك ايدي، هات ايدي، هات ايدي ازاي؟ يلا هو شرابي والمصحف ماجي، مش احنا الاثنين واحد؟ ايوه الاثنين واحد، انت مالك ومال شرابات؟ ما انا شراباتي الفني بتتقطع بسرعه، اولها كده معلش. يلا تعالى يا مدودي يلا. وانا مش كفايه ان انا اللي نصبت الخيمه وانت ما بتشيلش اي مسؤوليه؟ معلش المهم ان انا جبتها اشتريتها وخلاص. يلا يلا تعالى. فين البانيه؟ فين البانيه اللي هنعمله؟ جاي لي بايدك فاضيه؟ لا انا جايب كل حاجه، اصبري بس. شفتي بتاعه الدكتور العيون دي؟ يلا تعالى. هتحط البانيه هنا؟ طب انفخ في النار. مش عيد ميلاد ده. ميكاويش ميكاويش. بس ايه رايك في انت جبت البيض والبقسماط ولا ما جبتش؟ موت ايه ده؟ موت. انا مرعوبه على فكره يا مادي، انا مرعوبه يا مادي وخايفه. بصي الحته دي هي بتتعمل ازاي؟ اصل ارميها كده؟ انت كمان مش عارف؟ يا ستي بتعلم. قولي مادي. طب انا معيش هوايه يا حبيبي. فكها قطع، هنا مش محتاجه هوايه. ايوه كده. دي قطع. ايوه. طب ساعه اهي، ساعه ولا سخنه؟ ما جبتيش شوك؟ ما جبتيش اي حاجه؟ انا اللي ما جبتش، مش انت صاحب الفكره؟ المفروض صاحب الفكره هو اللي يجهز كل حاجه. يعني انا عمري في حياتي ما اعرف اتسند عليك وتشيل المسؤوليه كده، كل حاجه لازم انا اللي اعملها؟ طب شوفي لي شوكه، شوفي لي اي حاجه اقلب بيها عصايه. ما اعرفش حاجه، انا سقعانه. انا هروح اقعد هناك عند النار. ما تستني بقى، وتخلص وتجيب لي الحاجات في طبق. استني ده انا اصبري اهي. اهي استني اهي. ايه؟ عصايه. العصايه دي لو دخلت في اللحمه انا مش هاكلها. مش حاجه جنب اللحمه، اصبري. امال هتقلب بيها ايه؟ مش هتطلع. استني بقى مادي. طب هات التون يا مادي، سيب سيب اللحمه يا مادي وهات التون، وتعالى اقعد يا مادي، انا زهقت يا مادي. انا ومادي غنينا سوا، لعبنا في التلج، اتمرمطنا في الهوا. يا شوشو بس ايه رايك في مود الكامب ده؟ ما دي انا جعانه بذمتك. ايه رايك في مود الكامب ده؟ اقسم بالله ما طايقه الدنيا. لا تعالى وهناكل تونه يا مادي. اصبري، ايه موضوع التونه؟ انت عامله دايت؟ هعمل ايه؟ ما انت مش عارف تعمل الاكله يغمى عليك. انت مصممه انت عامله دايت ولا؟ يقول الحقيقه. لا مادي انت صوتي زي براحتك بقى، احنا في الهو. استني بس بتتسوى والله. ايه مادي؟ تعالى بس عشان اوريك حاجه. تعالى اقعد. طب احنا ما لحقناش نقعد في الخيمه. تعالى بس اقول لك حاجه. مالك كحي ليه؟ كامويجا كامويجا كامويجا. معلش معلش. احنا هنروح امتى؟ لا مش هنروح النهارده. هو احنا جايبين الموضوع؟ انت بتعيطي؟ اه. ليه؟ عشان انا ندمانه ان انا اتجوزتك. اصلا في شهر العسل كده؟ طب احنا هنفضل قاعدين يعني لحد مش هنفضل قاعدين، احنا هنقعد بس في الخيمه شويه. مش عايز خيمه. انا جاي اقعد في الخيمه. واقعد لوحدك. وانا قاعد في الطل ده. اقعد لوحدك خلاص، وديني انا، هات لي اي توك توك يروحني. توك توك؟ لا مفيش مروحه، احنا هندخل خيم بس. والله موت حلو. جربتي الموضوع الكامب ده قبل كده؟ انت بتضحكي ليه؟ ايوه فرفش خلاص بقى. يا مادي خلاص مش هفرفش، بس بشرط. بشرط ايه؟ تقوم ترقص لي الرقصه اللي بحبها. رقصه ايه؟ الفلامينكو. يلا بس ترقصيها معايا انت الاول، ابتدي وبعدين انا هقول لي كام تو دانس، ومدي ايدك هكرقص. يلا وبعد كده الخيمه. ماشي. مش اكيد حسب لا ستايلك في الرقص، عشان ما بقاش وعدتك وخليك عشان احنا في مدريد يعني. طب استنى انا هجيلك كده. يلا يسو يسو ماري. اولي مش معا خلاص. Stand up. رايحة فين؟ اي ايوه برافو. اولي اولي اولي. روعي. ايه ده؟ استني بس استني. ايه الصوت ده؟ انت اللي عملت كده؟ لا والله ممكن تكون قطه في حاجه ما تخافيش. طب تعالى انا اللي لازم امسك فيك. انت واقف مسك. لا ايه؟ تعالى انت قدامي. اصبري بقى. لا طب تعالى نروح نجيب حاجاتنا من الخيمه ونجري. على فكره الصوت ده من ورا مش من قدام. من ورا. لا من هنا.
الصوت ده من ورايا انا. اوعى كده على فكره، انت مش راضي تتحمل